هاي، اليوم رح نعمل شوربة القريدس، شوربة طيبة كتير وصحية، وطريقة تحضيرها ولا أسهل. قبل ما نشوف كيف منحضرها، ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا خدمة الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بالزيت والزبدة بدنا نقلي بصل أخضر، ثوم، حر وجزر، ومنتركهم يتقلوا 5 دقايق. من بعد ما نقلي الخضرة منضيف قريدس ومنتركهم 5 دقايق. أما هلأ بدنا نضيف مرقة خضرة أو مي، بقدونس ومنتبلهم ببهار أسود، زعتر يابس وملح. وآخر شي منضيف المعكرونة ومنتركهم على نار هادية نص ساعة. هيدي كانت وصفتنا لليوم. إذا عجبكن الفيديو أو عندكن أي اقتراحات اتركولنا إياها بالتعليقات.